طبعا ما زال الحديث متواصل دكتور عن فضائل ذكر الله عز وجل، وربما يمكن ايضا النقطه اللي اريد اسال حضرتك عنها هي مساله فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. لو هناك رساله لكل ام يعني فقدت ابنا في هذه الاحداث في فلسطين او في غيرها ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، الحمد لله. بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده، ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك صرمدا في صرم بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على حمدهم، والتأمين دعاء كما أخبرنا المولى عز وجل في كتاب الكريم في سورة يونس. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يجعلنا أفضل عباده يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. والشهادة لله تعالى، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله. الشهادة له بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها، منة منك وكرمة، كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمة المنزلة من هذه الشهادة ما شهد به لنفسه، وما شهد به له ملائكته، وما شهد به له أولو العلم من خلقه، كما أخبرنا تعالى في ثانية الزهروين وفي ثانية السبع الطوال في سورة آل عمران، حيث يقول تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمة المنزلة من العلم بلا إله إلا الله ما أمر به حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم في القتال، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة ما بين ساق عرشك إلى قاع أرضك، ومن أزل وجودك الأول بلا بداية إلى أبد بقائك الآخر بلا نهاية. وكلما صلينا أو سلمنا أو صلى أو سلم عليه أحد من خلقك، فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم، والتأمين دعاء، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، وأقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة، وأولى الناس به. اللهم أمين. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. وبعد، فإن في هذا الوقت نتوجه إلى الله تعالى بأسماء الحسنى الذي أمرنا فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أينا. والذي قال: ادعوني أستجب لكم. والذي قال: أجيب دعوة الداع إذا دعان. والذي قال: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والذي قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. في هذه اللحظات ندعو الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمته المنزلة، باسمه الأعظم في علمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، بمعاقد العز من عرشه ومنتهى الرحمة من كتابه، بقرآنه العظيم وما له فيه من آيات وكلمات وأسماء وصفات. وقد قال حبيبنا وأسوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله تعالى به. وهذه دعوة إلى كل مسلم يقرأ أي آية من كتاب الله، كل مسلم يقرأ أي قدر من القرآن الكريم، ورده اليومي أو يقرأ، يعني ما اعتاد أن يقرأ كل ليلة من سورة الملك وسورة السجدة وسورة الزمر والمسبحات السبعة، الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، بعدما نقرأ هذه الآيات وهي من السنن المهجورة، السور دي من السنن المهجورة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينام أي ليلة من الليالي إلا بعدما يقرأ هذه السور، يقرأ المسبحات السبعة، الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلى، سبع سور هي تسمى المسبحات، ويقرأ كذلك سورة السجدة وسورة الزمر، ويقرأ كذلك سورة الملك. هذه سنن يومية كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها،
وصيتي لكل مسلم يسمعنا الآن، لكل مسلمة تسمعنا الآن، إذا ما قرأت أي قدر من القرآن الكريم توجه إلى الله تعالى بالسؤال وبالدعاء أن يربط الله تعالى على قلوب إخواننا في غزة وفلسطين، أرض المحشر والمعاد، أرض المنشر، يعني في القدس وفي بيت المقدس، أن يربط الله تعالى على قلوبهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يعني يتقبل شهداءهم في الصالحين، وأن يداوي جرحاهم، وأن يداوي مرضاهم، وأن يغني فقيرهم، وأن يعني يشفي مريضهم بأسماء الحسنى وصفات العلى ورحمة المنزلة، إنه سميع قريب مجيب دعوة الرحمين. فقد تكالبت عليهم جميع الأمم التي لا تدين بدين الإسلام والعياذ بالله، ولكن الله تعالى ناصرهم، والله تعالى يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله تعالى يقول كما في سورة الملك التي من السنة أن نقرأ كل ليلة، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. ومما عليه أهل السنة والجماعة، مما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا الكلام أواسي به إخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا جميعا في أرض فلسطين، أرض المعاد، في الأرض المحتلة، أواسيهم، فأقول إن شهداءكم يتقبلهم الله تعالى في الصالحين، لأنكم تقتلون على أيدي أهل الكتاب. وفي الصحيح، من قتل من هذه الأمة على يد أهل الكتاب فإن الله تعالى يتقبله في الصالحين ويرفعه درجات، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما علي عقيدتنا أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يموت إلا بإذن الله. أي نعم، لا يمكن لأحد أبدا أن يموت إلا بإذن الله. قال تعالى في سورة آل عمران التي يعني أخت سورة البقرة، والتي أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحرص عليهما، سورة البقرة وسورة آل عمران، وسماهما النبي عليه الصلاة والسلام الزهراوين، وقال إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو سحابتان أو كأنهما فرقات طير، يعني سرب من الطيور، تظل صاحبهما يوم القيامة، تجادلان عن صاحبهما الذي قرأهما والذي حفظهما والذي علم بما فيهما والذي عمل بهما، تحجان عنه يوم القيامة. في هذه الصورة الكريمة يقول الله تعالى آية كريمة عندما نقف عليها، يعني نؤمن بالله ونرضى بقضاء الله عز وجل. يقول تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لأن الآن يرجف المرجفون في المدينة، فيقولون لو لم تتم العملية اللي تمت يوم 7 أكتوبر لما كان هذا العدوان، ولما كان هذا الاعتداء الصارم، ولما كانت هذه الإبادة للنساء والأطفال. هذا وهم. الحديث القرآن يقول إن كل شيء خلقناه بقدر. الحديث الصحيح يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. القرآن يقول وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي نفس السورة، سورة آل عمران، يقول تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء. يبقى لا يمكن أبدا، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الكل هؤلاء الذين لقوا ربهم، يعني والحديث الصحيح أيضا الشهداء 5: المطعون اللي مات بالطاعون، والمبطون اللي مات بداء البطن، سواء كان داء البطن ده بمرض في القلب، مرض في الرئتين، مرض في القولون، مرض في الأمعاء، أي داء في البطن سماه النبي عليه الصلاة والسلام المبطون. يبقى المطعون، الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق والحريق ومن خر على شيء أو خر عليه شيء. هؤلاء جميعا شهداء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا في فلسطين في الصالحين، وأن يرفع درجتهم في عليين، وأن يخلف يعني وأن يخلفهم في أهليهم وفي ذويهم بخير. فالله سبحانه وتعالى خير حافظ وارحم الرحيم إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله. دكتور، مسألة أن بذكر الله عز وجل تتنزل الملائكة لنصر المؤمنين، الدليل من كتاب الله على هذا الكلام؟
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان. واضح النص. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم وبعدين فثبتوا الذين آمنوا، هذا دور أول الملائكة، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي سألقي سألقي، لم يقل ألقى، لم يقل ألقيت، لأنه لو قال يعني ألقيت لكان فعلا ماضيا، لكن التعبير القرآني وهنا يعني التدبر الذي دعينا إليه. قال تعالى في آيات ثلاث لا رابع لها في القرآن كله، يدعون الله تعالى في هذه الآيات الثلاث التي لا رابع لها إلى أن نتدبر في الصيغ القرآنية وفي الأسلوب القرآني لنعيش معه. يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى في القتال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القتال بالمناسبة لاسم سورة من سورة القرآن الكريم، واسمها الأشهر واسمها الأشهر على اسم خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه، سورة محمد عليه الصلاة والسلام. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في النساء يقول تعالى أفلا تدبرون القرآن، أفلا وأفلا دي أسلوب عرض، يعني إيه رأيك، يعني ألا تتدبر، استفتاحية تنبيهية، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى هذه آيات ثلاث تدعون إلى التدبر. اسمع بقى الآية، يقول تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة، يوحي يوحي فعل مضارع، فعل مضارع يعني أي فعل مضارع يفيد التقدر والحدوث، لم يقل أوحى. ها التدبر لما نعمل عقلنا ونعمل أفئدتنا في تدبر القرآن الكريم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ومن كان الله معه فماذا يضيره كيد العبيد. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي 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 سألقي. ها لم يقل، لم يقل ألقيته، لو قال ألقيته لكان فعلا ماضيا وانتهى، والفعل يدل على زمن وحدث. أي فعل في اللغة العربية، أي فعل يدل على حدث وزمن. فلما قال تعالى سألقي يبقى الفعل الإلقاء، وبعدين الزمن المستقبلي، سألقي سألقي، وبعدين سين التي تفيد للمستقبل القريب، للمستقبل القريب. يعني الأصل في الفعل المضارع أنه يفيد التوقيت في الحاضر، يفيد التوقيت في الزمن الحاضر، لكن إذا دخلت عليه السين أو سوف حولته للمستقبل، الإيه للمستقبل بعد ذلك. المستقبل إما أن يكون قريبا فتستعمل أداة الزمن القريب السين، والبعيد تكون سوف، وهنا استعمل الأداة الدالة على المستقبل القريب، فقال تعالى سألقي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن رسل العقاب. ذلك وبعدين بعد قليل يقول تعالى ذلكم وأن الله موهن موهن، وقراءة دي قراءة حفص عن عاصم، وقراءة سبعية أخرى متواترة ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، موهن مضعف كيد الكافرين مهما مهما اجتمعوا. يعني اسمع ما يقول تعالى في سورة الحشر أو سورة بني النضير، وهذا أيضا من في كثير من سور القرآن الكريم لا عدة أسماء، وتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى. يقول تعالى في سورة بني النضير لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم جملة اسمية تفيد الثبات والدوام، لأنتم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ليه؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إلى آخر هذا النص الكريم. بعد ذلك
يعني لابد يعني ان بهذه الكلمات يعني ايه اشد على ايدي واشد على عضد اخواني المجاهدين في فلسطين، في غزة وفي القدس وفي كل فلسطين كلها، شدوا على أيديهم. نصركم الله، آواكم الله، أيدكم الله، ثبتكم الله سبحانه وتعالى، رفع الله قدركم، سدد الله رميتكم، سدد الله سهامكم، داوى الله جرحاكم وداوى مرضاكم وتقبل شهداءكم في الصالحين. نعم. أي نعم. هنا دكتور نقطة، حضرتك طبعا أشرت لمسألة يعني الأجل، يعني لا تموت أي نفس إلا بإذن الله عز وجل طبعا، وهذا مؤكد. السؤال دكتور هو مسألة، هل أخذ الإنسان بالأسباب، بأسباب النجاة مثلا، الهروب من 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 مكان خطر أو شيء، هل ده ممكن يزود من أجل الإنسان شوية؟ أبدا أبدا. الآجال مقدرة ومحددة. وليرد على هذا الكلام أكثر من آية في كتاب الله عز وجل بهذا النص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا يستقدمون. أينا. وعندنا آيتان كريمتان. الآية الأولى في سورة الايه، في سورة الأحزاب، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. أي نعم. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. أدي سورة الأحزاب. إذا بلا سورة الجمعة، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أيوة. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبعدين عفوا، المجاهد في سبيل الله يثبت، لا يفر، لا يهرب. ولذلك في سورة الأنفال اللي حدثتنا عن غزوة بدر، الله سبحانه وتعالى يقول في موضعين منها، يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا في نفس السورة يقول تعالى، يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فلا تولوهم، ممنوع الفرار، فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال حرفنا، يتخذ موقع استراتيجي، يتحول إلى خندق، يتحول إلى حصن. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، ينضم إلى إخوان الله، ينضم إلى أخ له، يشد عضده، سنشد عضدك بأخيك، أو متحرفا. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فما فيش حديث هنا عن الفرار أبدا أخي طارق. ولذلك الفرار عند لقاء العدو من الكبائر، من السبع الموبقات. ولذلك قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، إياكم والسبع الموبقات. قالوا وما هن رسول الله؟ وما الموبقات؟ قال الملكات. قال وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. والتولي هذا محل شيء في الحديث، والتولي يوم الزحف، وقذف السبعة، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طبعا الكبائر أكبر من كده، لكن الحديث ده حصر سبعة، ودي معلومة مهمة جدا، الكبائر أكثر من أن تكون سبعة. حتى سئل الحبر والبحر، سئل الحبر والبحر، وبمناسبة كلمة الحبر والبحر، قدمت الحاء على الباء أو قدمت الباء على الحاء فقلت البحر أو قلت الحبر، تعني السعة. فالحبر والبحر في هذه الأمة، ابن عباس ترجمان القرآن ويعني إيه حبر الأمة، يقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب قيم، يعني موجز مختصر بهذا الحجم، إن كان بحوالي بالعملة المصرية حوالي 2 جنيه ولا 3 جنيه، وبخمسة ريال سعودي ولا 5 ريال يعني ولا درهم إماراتي، اسمه الكبائر، جمع فيه حوالي 70 كبيرة. ثم جاء بعده الإمام نور الدين الهيثمي رحمه الله تعالى، فألف كتابا في الكبائر أسماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، جمع فيه قرابة 460 كبيرة من الكبائر بأدلتها من الكتاب ومن السنة. نعم. مهم والله دكتور، إن شاء الله نبقى يعني نخصص حلقات نتكلم فيها عن هذا الأمر، عشان إن شاء الله نبتعد بإذن الله جميعا عن الكبائر. أخ سائل دكتور بيسأل حضرتك، بيقول يعني هل تجوز صلاة الغائب على أهلنا الشهداء في فلسطين وأنا هنا في مصر، حسب ما يقول الأخ في السؤال يعني، وسؤاله هل يجوز أنه يصلي هذه الغائب جمعا هو وزوجته معا؟
ليس في مصر فقط الأخ الحبيب الأخ السيد جزاه الله خيرا، بل كل مسلم، كل مسلم من حق المسلم على أخيه أن إذا مات اتبع جنازته وأن يصلي عليه. فلذلك لكل مسلم هذه دعوة، هذه دعوة من فوق هذا المنبر، من هذا البرنامج المبارك، كل المسلمين، كل الأمة الإسلامية في شرق الأرض وغربها، في شمالها وجنوبها، كل من يعلم عن إخواني الذين استشهدوا في فلسطين له أن يصلي عليهم صلاة الغائب ويصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك لما مات النجاشي، النجاشي ملك الحبشة، والنجاشي ذا لقب لإيه؟ لملوك الحبشة، كما إن المقوقس، المقوقس يعني لقب لحاكم الروم، وكسرى يعني لقب لحاكم الفرس، وهكذا. لما توفي النجاشي رضي الله تعالى عنه ملك الحبشة الذي أسلم، يعني الرسول خرج ودعا الصحابة إلى أن يصلي عليه صلاة الغائب، وقال مات اليوم أخوكم أصحمة، اسمه مات اليوم أخوكم أصحمة قوموا فصلوا عليه، وفي رواية قال مات اليوم عبد صالح قوموا فصلوا عليه، فصف أصحابه ثلاثة صفوف وصلى عليه صلاة الغائب. قد يقول قائل، قد صلي عليهم، يعني أي ماشي، لا بأس، لا بأس بتعدد الجماعة ولا بأس بتعدد الصلوات على هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين، وأن يرفع درجاتهم في علين، ويخلفهم في، وأن يخلفهم في أهلهم بخير رب العالمين. اللهم آمين. فليس الأخ سيد في مصر فقط، عفوا، ممكن يصلي مفرد، ممكن يصلي جماعة، ممكن يصلي بزوجته، ممكن يصلي بأولاده، لو هو إمام مسجد، يعني هذه دعوة اليوم الخميس وغدا الجمعة. أدعو أحبائي أئمة المساجد الذين يشاهدوننا الآن أو يسمعوننا أو يسمعون هذه الحلقة مستجلة إن شاء الله، أدعو الإخوة أئمة المساجد أن يحيوا هذه السنة، يصلوا صلاة الغائب على هؤلاء ليذكروا المسلمين بإخوانهم الذين يستشهدون، ويزودون عن شرف الأمة وعن عرض الأمة وعن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أولى القبلتين. نعم.